بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء الثاني من الامتحان. هو عباره عن البودر، زي ما احنا قلنا ان الامتحان عباره عن جزئين، الجزء الخاص بالالكالويد قلنا المره اللي فاتت. دلوقتي هنتكلم على الجزء الثاني اللي هو البودر ميكشر. وقلنا هيجي لك فايل مكتوب عليه رقم حرف البي. الميكشر دوت عباره عن ثلاث حاجات، واحده عينه ادلترانت وعينتين تانيين من الهيرب، مجموعات الهيرب اللي انت خدتها اللي هي مثلا دي والبارك والحاجات دي كلها. وقلنا ان الاثنين هيرب دومت هيبقوا من مجموعتين مختلفين، زي ما قلنا مثلا سنه وسن كونه، سن كونه مثلا كبارك وفين كفروت وهكذا. طيب العينه بتاعتك هتبص عليها، لو لقيتها كونك شويه ممكن تخفها بنقطتين ثلاثه اي كي اتش وترجعها كويس. بعد كده هتروح جاي واخد نقطتين من العينه بتاعتك وحاططهم على سلايد. اول سلايد احنا طبعا هنحضر ثلاث شرايح، واحده هنحط عليها ايودين يعني نقطتين من السامبل، ونحط عليهم اربع خمس ست نقط من الايه الايودين. الشريحه الثانيه هنعملها صبغه، يعني هنحط عليها فلوروبيسينول، وبعد 5 دقائق هحط الاتش سي ال واصبر كمان دقيقتين وابدا ابص عليه عشان اشوف الحاجات ليجنيفاي. بعد كده الشريحه الثالثه هي عينه الكي او اتش اللي هي اصلا انا حاطط لك العينه جاهزه ومغليه ومجهزه في كي او اتش، وبالتالي هتاخد جاست ان انت هتاخد نقطتين من العينه بتاعتك وتبدا تبص ايه عليها. فبنقول اول شريحه اللي هي الايودين دي هشوف فيها ايه، ايه النباتات او الهيرب اللي انا ممكن اتعرف عليها من خلال الشريحه ديت. انا عندي ثلاث حاجات بيبانوا كويس قوي مع الايودين وبيحصل تغير في الشريحه بتاعتي. اول حاجه طبعا بعد كده بعمل شريحه فلوروبيسينول واصبر عليها 5 دقائق احط اتش سي ال، والعينه بتاعتي اللي هي كي او اتش. اول حاجه بالنسبه للايودين قلنا ان احنا عندنا ثلاث حاجات بيدوا مع الايودين اللي هم الكاردموم وده واحد من السين، والسبترينيان عندنا الجينجر، والادلترانت عندنا البريك. الثلاثه دومت لما بحط عليهم ايودين العينه بتاعتي بيتحول اللون بتاعها للون الازرق او الفايلوت او لونها بيسود شويه. تمام. طيب بعد كده بفحصهم تحت الميكروسكوب، وطبعا المفروض انت بتبص قبل وبعد، يعني بتبص قبل ما تحط الايودين وبعد ما بتحط الايودين. لو طلع معايا قطع سوداء او يعني قطع عامله زي الازاز كده مطوره في السلايد، ولونها كان قبل ما احط الايودين لونها شفاف وبعد ما حطيت الايودين لونها اسود او بقى لونها ازرق، اذا انا عندي كاردم. طب لو طلعت نقط يبقى عندي يا جينجر يا بران. طيب افرق ما بين الجينجر والبران ازاي؟ الجينجر قلنا ان هو بيبقى عباره عن ستارش جرانيولز ومعاه حاجه اسمها الاويل سيل. البران لا ده معاه حاجتين كمان بياكدوا لي عليه اللي هو الليجنيفايد تريكوم وعندي الباركيتوري ستراكشر زي ما هنشوفهم دلوقتي. بعد كده بكون طبعا عملت الشريحه الثانيه اللي هي الفيورجسينون وسبتها الخمس دقائق. خلال الخمس دقائق دول بفحص العينه بتاعت الايه؟ الايودين. طيب طبعا كل ده انا بعمله خلال الفتره اللي انا سايب فيها اصلا من العينات بتاعت المايكرو كريستال. احنا قلنا بنسيبها حوالي من 7 ل 10 دقائق. خلال ال 17 دقائق دول بروح جاي عامل شريحه الايودين وبص عليها، وعامل الشريحه بتاعت الفلوروجيسينون وسايبها الخمس دقائق، يبقى انا كده استفدت خلال ال 10 دقائق دومت عملت المايكرو كريستال وعملت الشريحه بتاعت الايودين وعملت الشريحه بتاعت الفلوروجيسينون. بعد الخمس دقائق هحط ال اتش سي ال وما انساش احط ال اتش سي ال عشان العينه تصبغ معايا. هيظهر الحاجات لو عندي حاجه ليجنيفايد في البودر بتاعتي هتظهر. طب ايه الكي المنت او البودر اللي بتبقى ليجن فيها حاجات ليجنيفايد؟ طبعا عندنا البارك فيها السينامون والسنكونه فايبر بتاعتهم، عندنا في السيد النكس فوميكا واللينسيد، عندنا في الفروت الكابسيكم والكورياندر، وعندنا في الادلترانت زي ما احنا قلنا البران احنا برضه شفناه في الايودين، والسوداست والاوليف ستون. الجراوند نوت مش هيبقى موجود، وبالتالي انت لو لقيت سكليرايت هيبقى بتاع الاوليف ستون، واتاكد بس ان هي مش بتاعت السنة زي ما هنقول دلوقتي. بعد كده خلاص ببص بقى في الاخر خالص على الشريحه بتاعت الكي او اتش، لو محتاج ابص ايه على لو لسه فاضل لي حاجه يعني. هلاقي طبعا الليف كلها بتظهر فيها، هتلاقي عندك قطع ورق موجوده. ابدا اشوف الاول في سنه هير ولا مفيش، بعد كده اشوف الايديو بلاست في البلادونا او الاسترامونيوم هتشوف فيها الكريستال لير، الهيسايموس مش موجود. كمان عندنا الفلاور الكاموميل والكلاف، السانتونيكا مش معانا، وبالتالي لو لقيت ديسك فلوريت هتبقى كاموميل. الكلاف طبعا عينته تبقى غامقه، وبالتالي هدور على الاويل جلاند، وطبعا لازم اهرس السلايد كويس. الفروت عندنا الفينل والانايس، وهنشوف ازاي نفرق ما بين الاثنين. بقيه السبترينيان اللي هو الليكوريش والروبر، طبعا عينه الروبر مميزه من لونها محمر شويه لان هي زي ما احنا خدنا قبل كده ان هي بيبقى لونها احمر مع الكيوتش. اخر حاجه من حاجات الادلترانت اللي هو الجراس، ده برده بيبان في العينه بتاعه الكيوتش. اذا الحاجات دي كلها بنقول ان هي مش محتاجه صبغه، ما فيهاش حاجه لينفايد، وبالتالي هشوفها في العينه بتاعه الايه الكيوتش.
تمام. يبقى طيب نبدأ نشوف أول مجموعة اللي هما بتوع الأيودين. الكاردموم طبعا دي صورة الكاردموم قبل ما أحط الأيودين اللي هي لسه في الكي او اتش يعني. هنلاقي عندنا حاجات زي الإزاز المكسر كتيرة اهي، وعندنا الأويلي لير اللي هي القطع الصفراء اللي متقسمة بالطول والعرض، والقطع الصفراء ديت ما بتتصبغش حتى لو أنا حطيت أيودين أو حطيت الصبغة اللي هي الفلوروجيسينول اتش اس ال، ما بتاخدش لون أحمر ولا حاجة، لا هي بتنيها لونها إيه؟ اصفر زي ما هي كده. ودي مميزه جدا للكاردموم طبعا بالاضافه للريحه بتاعته اللي ممكن برضو ايه تساعدني ان انا اطمن ان انا عندي كاردموم يعني. طيب بعد الصبغه هلاقي الحاجات اللي هي كانت عامله زي الازاز المكسر ديت بقى لونها فايلوت او ازرق او حتى اسود على حسب تركيز الايون. دي احنا بنقول عليها بيرسبيرم كونتيننج ستارش، ما بقولش ستارش جرانيولز لا كده يبقى غلط، لكن بقول ان هي بيرسبيرم كونتيننج ايه ستارش تمام. طيب ده كده بالنسبه للكاردموم. طيب نيجي للبراند. البراين طبعا قبل الصبغه هيبقى بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، القاعده طالع منها الهيره اهوت شفافه، وعندنا بركيتور ستراكشر قطعه كده وعليها فيها مربعات او اشكال، الاشكال دي بينها فواصل شفافه اهوت تمام، كاني جايب ورقه وحاطط عليها شويه ستيكرز كده. طيب بعد ما بحط الايودين بنلاقي طبعا في جرانيولز كتيره ظهرت ايه ظهرت عندي تمام. كده بقول ان انا عندي لو لقيت الجرانيولز دي من الاول اقول ان انا عندي ابرانيا جينجر، بس طبعا لو لقيت الايه الليجنيفايد هير ديت والبركيتور ستراكشر بقول اذا انا عندي مين؟ عندي بران. طيب بعد كده عندنا بقى الجينجر. طيب لو ما لقيتش الحاجات بتاعت البران هدور بقى على مين؟ يبقى انا كده عندي جينجر. وابص على الاويل سيل او عايز اطمن يعني، هتلاقي عندي حته كده لونها رصاصي وفيها شويه نقط لونها زيتي او اصفر او بني حتى تمام، دي بنسميها الاويل. اذا انا دلوقتي عندي ثلاث حاجات بيظهروا في الشريحه بتاعه الايودين اللي هم الكاردموم والبران والجينجر. قطع يبقى كاردموم، نقط يبقى يا جينجر يا بران. اول حاجه اطمن ان البران موجود او لا بشوف الهير وبشوف الباكيتور ستراكشر، ما لقيتهمش يبقى انا عندي مين؟ عندي جينجر. طيب لو لقيت واحده فيهم يعني لقيت كاردموم، اذا في الحاله دي هستبعد الجينجر هستبعد البران خلاص، اكيد انا مش هنزل لك حاجتين فيهم ايودين كمان مع بعض. وكمان انا قلت لو انا عندي كاردموم اذا هستبعد المجموعه بتاعت السيد، لان احنا مش هننزل لك حاجه زي ما قلنا مش هنزل الحاجتين من نفس المجموعه، مش هنزل اتنين سيد مع بعض. اذا الشريحه بتاعت الايودين اولا عدد العينات اللي بتظهر فيها قليل فدي بتسهل لي شويه، الحاجه الثانيه اللي بيطلع فيها بقدر استبعد بيه اكتر من ايه؟ من عين. طيب زي ما احنا شايفين طبعا هنا جرانيولز كتيره جدا في حاله الجينجر. طيب بعد كده بعد ما خلصت فحص الايودين هيكون عدى الفتره اللي هي الخمس دقائق، هحط ال HCL وابدا اصبر كمان دقيقه ولا دقيقتين وابص على الحاجات الليجنيفايد اللي عندي زي ما قلنا البارك والسيد والفروت والايه والادلترنت اللي فاضل. طيب اول حاجه السنكونا اللي هو بقى جزء البارك، سنكونا والسينامون. اول حاجه السنكونا ده شكلها قبل الصبغه يعني ايه في العينه بتاعت الكيوتش، هنلاقي عندنا عصيان كده كتير لونها ذهبي تمام، والاطراف بتاعتها راوندد وكبيره في الحجم. لو صبغتها هنشوفها طبعا بالايه بالشكل ده، هتلاقي العصيان نفسها بقى لونها ايه احمر غامق. طبعا لا مش محتاج اقول لك ان انت كده كده بتبص بالعينه العينات كلها بالعدسه اربعه تمام، لو عكست على 10 عشان تشوف حاجه لازم ارجع لاربعه تاني، عشان زي ما احنا هنشوف دلوقتي في حاجات لو انا بصيت عليها بالعدسه 10 هتكبر هيبقى شكلها كبير فهتلخبطني مع حاجه تانيه. تاني حاجه السينامون، الفلويم فايبر بتاعتها صغيره وشفافه تمام، ولما بتتصبغ بيبقى لونها وردي تمام، وهي شكلها زي ما احنا شايفين صغير عن السنكون، عشان كده قلت لك ما تبصش عليها بعد الساعه 10. وطبعا عندنا سكليرايت كتير جدا، عشان كده نخلي بالنا لو لقيت سكليرايت او نقط حمراء كتيره في السلايد اول حاجه تعملها دور على الفلوين فايبر. لو لقيت الفلوين فايبر اذا السكليرايت دي تبع السينما، طب لو ما لقيتش الفايبر يبقى السكليرايت الكتيره دي تبع الاوليف ستون. يبقى اول حاجه تعملها لو لقيت عندك سكليرايد نقط كده عامله زي الرمل لما نطوره عندك في السلايد ولونها احمر يبقى انا كده عندي سكليرايد. ادور بقى على ايه؟ ادور اول الحاجتين اللي فيهم سكليرايد هم السينامون والاوليف، دور اول حاجه على الفلوين فايبر، لقيت فلوين فايبر كتير يبقى انا عندي سينامون واستبعد الاوليف وخلاص انا مش هنزلك الاوليف مع السينامون. ما لقيتهاش يبقى انت عندك اوليف ستون تمام. وطبعا زي ما قلت اهم حاجه في السينامون والسنكونه انك تبص على الشريحه قبل وبعد الصبغه، عشان ده بيفرق معاك كتير. زي ما قلنا في حاله السنكونه بيبقى لونها ذهبي وواضحه كويسه جدا، اما في حاله السينامون تبقى شفافه وصغيره، فده بيبقى فيصل بالنسبه لي ان انا اطمن ان انا ايه اخترت العينه صح. بعد كده عندنا في السيد بقى عندنا اللين سيد، وقلنا بيبقى في حاجتين، عندنا حاجه اسمها المات لايك ستراكشر ديت قطعه كده لونها زي ما احنا شايفين بني والطرف بتاعها من فوق محمر النظر لوجود السكليرايت،
وعندنا كمان فيها حاجه اسمها البيجمنت لاير. طبعا البيجمنت لاير دي بتظهر في العينه بتاعت الكي او اتش والصبغه عادي لان هي كده ما بتحمرش، تمام. بس نخلي بالنا شكلها عامل زي ايه، الخليه بتاعت شمع العسل، تمام. كلها مكعبات اهوت، والمكعبات دي كلها لازقه في ايه، لازقه في بعض ولونها بني واضح. العينه بتاعت اللينسي بتميز ان هي لزجه شويه نظرا لوجود الميوسلج. فانت بتشوف العينه بتاعتك لو لقيتها لزجه وانت شفت البيجمنت لاير وماتلك ستراكشر والحاجات دي كلها، يبقى انت تطمن ان انت معاك ايه، لينسي. نيجي بعد كده لنقص فوميكا برضه تبع السي. قبل الصبغه ده الشكل بتاعها، بتحس كده ان انت عندك شويه هيرز، حاجات كتيره كده شفافه ومنطوره في السلايد، وعندك قاعده وطالع منها هير عامله زي المقشره بالظبط، زي بتاعت الجريد دي، تمام. لما بتصبغها بيبقى شكلها عامل ازاي؟ نفس الشكل ده كده، اللي هو كل الحاجات اللي فيها بتحمر، القاعده بتحمر، الهير نفسها بتحمر، تمام. عندنا البروك ريبس اللي هي الهير دي لما بتتكسر بيكون عندنا حاجه اسمها بروك ريبس، دي كلها بتبقى حاجات لونها ايه؟ لونها احمر، تمام. طيب نفرقها عن البران ازاي؟ مش احنا عندنا البران في الريجنيفايد ترايكوم. اول حاجه ان البران الهير بتاعته طويله وتقدر تعدها شويه، هنا صعب جدا تعد الهير. هناك القاعده ما بتتصبغش، هنا القاعده بتتصبغ. هنا الهير بتتكسر كتير، في حاله نقص فوميكا الهير تلاقيها متكسره كتير، هناك ما بتتكسرش في حاله البران، تمام. دي كلها فروق بتسهل طبعا البران في البركيتور ستراكشر ده بيطبق. لو لقيت واحده فيهم بستبعد الايه، بستبعد الثانيه زي ما هنشوف كمان شويه، تمام. ده يبقى كده الشكل قبل وبعد. الكات جات ديت واحده من الفروت، ده شكل الكات جات طبعا، تمام، اللي هي الشطه. الشطه برضو من العينات اللي انت ممكن من بره كده قبل ما تصبغ بص على في قطع لونها احمر ولا ما فيش، او لونها اورنج اللي هي الفروت نفسها بتاعت الايه، الكابسيكم، تمام. وانت بتبص تحت الميكروسكوب بص عليها قبل الصبغه، هتلاقي عندك حتت صفرة كده وفيها تجاعيد عامله زي الامعاء اللي هي الكات جات. لو صبغتها هتلاقي الايه، الشكل ده اللي هو الكات، الحته اللي احنا كنا شايفينها دي، بس لونها ايه، لونها بقى الكورياندر. ده شكل الكروس فايبر اللي موجوده في الكورياندر قبل الصبغه، لونها رصاصي كده او رصاصي مصفر. لما بتصبغها بيبقى بالشكل ده، تلاقي شكلها وردي كده او مدي على ايه، فايلوت سنه بسيطه، تمام. وهي عامله زي قطعه الشاش اهوت، الفايبر بتاعتي مموجه اهيت زي ما احنا شايفين هنا، تمام. وزي ما شفناها برده قبل الصبغه رصاصي عشان ما تتخضش لو شفتها في العينه بتاعت الايه، الكيبل، تمام. يبقى انا كده عندي دي الكورياندر اللي هي الكروس فايبر. طيب نيجي في الادلترانت، عندنا البران احنا كنا شفناه قبل كده في الايه، في الايودين. طب شفنا شكل الستارش بتاعته، وهنا برده ده شكل صوره ثانيه ليها يعني، تمام. هنلاقي الهير هنا عندنا زي ما قلت كبيره طويله غير النقص فوميكا. ممكن اعدهم، لونها وردي، القاعده نفسها ما بتتسبخش، ممكن تاخد دايركت ما بتتسبخش، معانا البركيتوري استراكشر، تمام. طيب الاوليفستون طبعا زي ما احنا شايفين اللي هو ايه، بذر الزيتون، ده بنلاقي السكلرايد مناطوره كتيره ولونها ايه، لونها احمر. قبل الصبغه طبعا بيبقى لونها اصفر، بعد الصبغه بيبقى لونها احمر. لو لقيت السكلرايد زي ما قلت لك، اول حاجه دور على الفلويم فايبر عشان اطمن ان انت عندك سينامون او لا. ما لقيتش الفايبر يبقى انا عندي السكلرايد دي تبع مين؟ الاوليفستون، تمام. السودست وده برضو ادلترنت، تمام. هو عباره عن شريط خشب، هنلاقي عندنا القطعه الخشب كده الفايبر بتاعتها بالطول، تمام. في اجزاء منها متقاطعه اهو زي ما احنا شايفين في الصوره دي مثلا، هنا التقاطع مش باين قوي، تمام. عندك نشاره خشب ومصبوغه، لونها قبل الصبغه برضو بيبقى رصاصي مصفر شويه، تمام. خلصت العينه بتاعت الصبغه وشفنا فيها اللي ممكن الاقي فيها بارك، ممكن الاقي فيها فروت، ممكن الاقي فيها السيد، الباقي في الحاجات اللي فاضله في الادلترنت. خلصت، في حاجه ناقصات، يبقى ببص على العينه بتاعت الكي او اتش. هنبص على الكي او اتش في الليف والفلاور والفروت، بقيه الفروت يعني، والسبترينيان، واخر واحد في الادلترنت اللي هو الجراس. اول حاجه السن، طبعا السنه مشهوره طبعا. يبقى انت اول حاجه في الليف لو لقيت عندك قطع ورق موجوده في السلايد، تمام، كده يبقى انت عندك يا ليف يا استرامونيوم يا بلادون. ابدا دور على ايه؟ اول حاجه تعملها دور لي على السنه هير، تمام. هتعمل ايه عشان ادور على السنه هير؟ هات الجزء الخفيف في البودر، خف البودر بتاعتك شويه، ان شاء الله هتحط عليهم نقطتين كويتش، وبعد كده روح جاي حاطط الكفر بتاعك وقلل الضوء بتاع الميكروسكوب، تمام. وهتشوفها بعد اربعه مفيش مشكله، بس اهم حاجه قلل الضوء بتاع الميكروسكوب عشان تشوف الهير بتاعتك بتلمع، تمام. لو لقيت الهير موجوده خلاص يبقى كده تمام، ديت الايه، القطع الورق اللي انا شفتها ديت والهير موجوده، يبقى دي كده السنه ايه، السنه دي. ما لقيتش الهير خالص بتاعت السنه، تمام، يبقى كده ابدا ادور بقى على ايه، بقيه الليف اللي موجود. يبقى ده شكل السنه هير اهو بالعدسه اربعه.
لو كبرتها ب10 ده هيبقى ايه الشكل بتاعها. خلي بالك، خلصت فحص العينه عشان تشوف السنه هير، ارجع بقى من الضوء القليل للضوء الايه العالي تاني عشان ما ننساش، تمام؟ والعدسه 10 اللي كنت استخدمتها ارجع تاني للعدسه ايه 4. السنه برضو فيها حاجه اسمها الكريستال شيز، بس الكريستال شيز بتاعتها اولا صغيره، تمام؟ مش هتشوفها كتير. لو فرضنا انك شفتها، شفت كريستال شيز، انت عندك حاجتين فيهم كريستال شيز، السنه والليكوريج. اقول بقى ده ولا ده ازاي؟ اول زي ما قلت لك، اول حاجه تعملها ان انت تبص على السنه ايه، السنه اهي، لقيت سنه اهي وكنت شايف كريستال شيز، يبقى انا عندي ايه الكريستال شيز دي بتاعت السنه، خلاص يبقى ده بتاعت السنه، واستبعد تماما الليكوريج، تمام؟ طب ما كانش فيه سنه هير وشايف الكريستال شيز كتيره، يبقى دي بتاعت مين؟ بتاعت الليكوريج، تمام؟ ده شكل الكريستال شيز. طبعا هي عباره عن فايبر وعليها حاجات بتلمع كده اللي هي الايه البريزم كالسيوم اوكساليت، تمام؟ طيب بعد كده قلنا لو انا لقيت قطع، قلنا اول حاجه هنشوف السنه، بعد كده هلاقي ما لقيتش السنه اهي، هدور على الاسترامونيوم والبلادون. هبص فين بقى المره دي؟ لا ده انا هبص في الجزء الكورس او الجزء التخين او قطع الورق اللي موجوده عندي، واحاول اهرسها سنه كده، اضغط عليها بالكفر شويه عشان تبان معايا الكالسيوم اوكساليت. لو لقيت النقط قطعه خضراء كده او اخضر مصفر وفيها نقط سوداء كتير وصغيره ومعموله في صفوف، يبقى ديت مين؟ الاسترامونيوم اللي هي الكريستال لي. طيب لو لقيتها نقط كبيره سوداء، تمام، والترتيب بتاعها مش مترتبه، ده هي منطوره، يبقى ديت بتاعت مين؟ البلادون، تمام. يبقى احنا بدانا كده في الليف، لقينا عندنا قطع خضراء، اول حاجه بص لي على السن اهي، تمام كده، وقلنا قلل الضوء وبص في ايه في الاطراف وفي الجزء الخفيف. ما لقيتش السنه هير، ابدا دور على مين؟ على الكريستال لير والايديو بلاست. لو لقيت نقط كتير وصغيره ومترتبه، يبقى ديت الايه الكريستال لير بتاعت الاسترامونيوم. نقط كبيره منطوره كده، يبقى دي بتاعت البلادونا اللي هي الايديو بلاست. طيب الكلاف كفلاور بقى، عندنا الكلاف وديت العينه بتاعته، هيبقى لونها بني، ليه ريحه طبعا، ممكن تطمنك برضو ان انت ماشي صح. العينه بتاعتها عشان لو انت شكيت فيها، حط عليها سلايد تانيه واهرس العينه بتاعتك، خد الجزء التخين من الباودر بتاعتك واهرس السلايد بتاعتك كويس عشان تشوف بقى ايه، تشوف الاويل جلاند او الشيزوليزوجينس اويل جلاند. هتلاقيها بالشكل زي ما احنا شايفين كده، اشكال بيضاويه وفيها دايره بتلمع، ممكن اشوف اشكال بيضاويه وما فيهاش دايره تانيه، برضو جزء منها بيبقى بالشكل ده، مفيش مشكله، تمام. يبقى انا عندي في الكلاف العينه اللي بتميز، اولا العينه لونها بني، حاجه تانيه ليه ريحه، هتلاقي فيه ريحه بس ما تعتمدش على ريحه قوي. ثالث حاجه شكيت فيها، خد الجزء الكورس او الجزء المكلكع في الباودر، تمام، وحطه فوقيه سلايد، واهرس وخلي السلايد زي ما هي بدل الكفر يعني، تمام. وبعد كده بص على القطعه اللي لونها بني عشان هتلاقي مين؟ الاويل جلاند. طيب تاني حاجه في الفلاور اللي هم الكاموميل. الكاموميل هنلاقي فيها ديسك فلوريت كتيره، وهنلاقي معاها طبعا سباين بولين جرين، بس طبعا ديسك فلوريت هي اللي باينه وكتيره معايا، تمام. ما عندناش سنتونيكا، وبالتالي خلاص ما عنديش مشكله، يبقى اول ما هلاقي الديسك فلوريت هقول ان انا عندي مين؟ الكاموميل، خلاص. طيب وده طبعا شكل البولينج جرين، هتشوفها بعدسه 10، ويعني مش ضروري تشوفها يعني، لو عرفت تبص عليها يعني تشوفها وتطمن مفيش مشكله، ظبط العدسه بتاعتك وقلل الضوء، وبعد كده ارجع زي ما قلنا تاني. نيجي بعد كده للفروت، عندنا الفينل والانايس، الحاجات اللي بتشاف في كي اتش. طبعا الفينل مشهور بحاجه اسمها الان برانشد فيتا، وافتكر كده ان برانشد ادي 2 ان همت، والفينل فيه 2 ان عشان ما تنساش الكي المنت والمثال. طيب انت المفروض بتلاقي يا اما فراجمنت واحده زي دي او دي، لو البودر مش مطحونه حلو فهتلاقي ممكن 2 فيتا جنب بعض او 3 فيتا بالكتير، بس هتلاقي المسافه ما بينهم ممكن تاخد 2 فيتا كمان، يعني مسافه كبيره مش صغيره، تمام. يعني انت يا اما هتلاقي واحده لوحدها فيتا لوحدها، تمام، لقيت 2 او 3 فيتا بس هتلاقيهم اللي كبار كده والمسافات ما بينهم كبيره خالص، تمام كده، يبقى انا عندي برضو مين؟ امبرانشد، بس هي ما اتطحنتش. على عكس مين؟ على عكس الانايس. الانايس زي ما احنا شايفين كده بنقول عليها الفيتا اللي موجوده فيها اسمها برانشد فيتا، عشان تفتكر المثال البرانشد فيها ان والانايس فيها ان واحد. طيب شكلها عامل ازاي؟ هي عباره عن كذا فيتا جنب بعض قريبين جدا من بعض، المسافات اللي ما بينهم ما تاخدش غير يعني ما تعرفش تاخد تحط فيها فيتا كمان، يعني لو انت حبيت تحط كده تنقل فيتا تحطها في النص مش هتعرف، تمام، يعني المسافات ما بينها صغيره جدا. هتلاقي كذا قطعه، كل قطعه فيها حوالي 4 أو 5 فيتا زي ما احنا شايفين كده، ادي قطعه ادي 2 ادي 3، على عكس الفينل بالعافيه انا كنت شايف 2 أو 3 ايه جنب بعض والمسافات منهم كبيره، تمام. يبقى انا كده عندي الفرق ما بين الفينل والانايس، الفينل المفروض بشوف فيتا واحده سواء كبيره او صغيره، الطول مش هتفرق.
لو حظك حلو يعني وجات لك 2 أو 3 البودرة ما كانتش طحنت كويس، هتلاقي المسافة ما بين كل فيتا والتانية كبيرة، ممكن أحط في النص كده 2 فيتا ولا حاجة. أما في حالة الأنايس لا، صعب صعب تلاقي واحدة لوحدها خالص، لازم هتلاقي 2 أو 3 جنب بعض. زائد إن المسافات ما بينهم هتلاقي صغيرة جدا، يعني ما تعرفش تحط في نصهم فيتا واحدة حتى. تمام؟ بعد كده السبترينيان عندنا حاجتين اللي هما الليكروش والروبر. الروبر العينة بتاعته برضه بتبقى محمرة شوية، عشان احنا زي ما قلنا بيبقى الكي او اتش مع الروبر بيديني لون احمر، هتلاقي من الاحمر للايه، للاحمر الغامق يعني. طب الكلمنت اللي موجوده فيها عندنا حاجه اسمها الكلاستر كريستال اوف كالسيوم اوكساليت، دي عباره عن شويه روز شيب كده تمام من الكلاستر، وهتلاقي كده كريستالات لونها زي ما احنا شايفين رمادي على ازرق او ازرق رمادي تمام. هتلاقيها والخلفيه بتاعت العينه بتاعتك هتلاقيها ايه، بني. طبعا كل ما تخف العينه او كده هتلاقي العينه بتاعتك بتفتحها، يعني بدل ما هي كانت بني هتلاقيها مثلا احمر احمر فاتح وهكذا تمام. طبعا قدر المستطاع حاول تدور في الاجزاء اللي هي ايه، لا هي كورسه قوي ولا هي ايه خفيفه على الاخر، دور في الاجزاء اللي هي الايه الوسط تمام. ده بالنسبه للروبر، يبقى انا ممكن استدل برضو من لون العينه اول احتمال ان انا عندي روبر، وابدا ادور على الكريستال بتاعت الايه كالسيوم اوكساليت. طيب الليكوريش احنا طبعا عندنا الكريستال شيز زي ما قلنا، لقيت كريستال شيز اللي هي العصيان الطويله اللي هي عباره عن حزمه من الفايبر وعليها حاجات بتلمع، هقول ان انا عندي كريستال شيز. اول حاجه تعملها تشوف لي السنه هير الاول، ما لقيتش السنه هير يبقى ديت بتاعت مين، يبقى بتاعت الليكوريش. حاجه تانية ممكن تبص على الباودر بتاعتك على السلايد من بره، لو لقيت فيه فتل كتير كده برضو ده يرجح لك ان انت عندك مين، عندك ليكورش تمام. طيب بعد كده عندنا الجراس. الجراس احنا عندنا فيه حاجه اسمها نان جلاندولر يونيسيلر هير، وعندنا الجرامينيشي سيستم، دي الكلمنت بتاعته. بس هل انت هتشوفه بالتفصيل ده؟ لا. امال ايه اللي هشوفه؟ اللي هتشوفه هو الشكل ده، هتلاقي عندك قطع، القطعه دي لونها اخضر او اخضر مصفر، والاخضر اخضر مصفر ده عباره عن ايه، عباره عن عيدان كده تمام، تحس ان القطعه اللي عندك مقلمه، حبه عمود لونه اخضر او اخضر مصفر وفاضي، وبعد كده شفاف، وبعدين اخضر مصفر، وبعدين فاضي، وهكذا. عامله زي القماش اللي ايه الكاستور كده اللي هو بيبقى مقلم ده تمام. طيب هتقول لي ممكن يلخبطني مع ايه الجراس ده؟ هتقول لي ممكن يلخبطني مع الليكورش، هقول لك الليكورش بتبقى عيدان كامله مصمطه ما فيهاش لا ابيض ولا اسود ولا حاجه، هي عباره عن عيدان والعيدان دي على حاجات بتلمع بس كده. اما الجراس هيبقى القطع، والقطعه ديت فيها جزء اخضر فاتح وجزء ايه شفاف وبالتبادل. هتقول لي ممكن تلخبطني مع برانش فيتا مثلا، اقول لك الفيتا بيبقى لونها اصفر او بني او ذهبي او اي حاجه من درجات الاصفر اللي فاتت، يعني من الاصفر للايه لدرجات لغايه البني، يعني اصفر اورنج وهكذا. اما ده فبيبقى ما بين الاخضر والاخضر المصفر، لكن ما بيبقاش لونه اصفر ذهبي كده زي بتاع الايه، زي بتاع الفيتا تمام. طيب انا برضو مش هنزل لك الجراس مع الليكورش عشان زي ما قلت مش هي ايه ما لخبطكش تمام. طيب بعد كده ايه، نشوف بقى الحاجات اللي مش هتنزل مع بعض، يعني لما الاقي حاجه استبعد الايه الباقي اللي هم ايه. اول قاعده كده زي ما قلت لك ان انا مش هنزل لك نباتين من نفس الايه، من نفس المجموعه، يعني مش هنزل لك 2 بارك، مش هنزل لك 2 ليف مع بعض خلاص. فانت مجرد انك تلاقي الليف مثلا، لقيت سنه اشطب على طول على البلادونا والاسترامونيوم، اكيد مش موجودين في البودر. لقيت سينامون اشطب على السنكونه وهكذا. يبقى دي اول قاعده ان انت عندك ايه، ما عندكش حاجتين بينزلوا مع بعض من نفس المجموعه. طيب الحاجه الثانيه زي ما قلت الليكورش انا مش هنزلها لك مع السنه عشان ما تلخبطكش، وفي نفس الوقت مش هنزل لك الليكورش مع مين؟ مع الجرس. ماشي كده؟ لكن السنه والجراس بينزلوا مع بعض، بينزلوا مع بعض جدا عادي جدا مش اي مشكله تمام. يبقى انا عندي الليكورش مش هنزلها مع السنه، والليكورش مش هنزله لك مع الجراس تمام، عشان لما تلاقي حاجه فيهم تستبعد الايه التاني. طيب ايه كمان الحاجات اللي كانت بتلخبط؟ قلنا البران والجينجر والكاردم، والحاجات دي كلها فيها ايه، حاجات استرش وايدين وتحط عليها ايدين وهكذا. فانا انت قلت لك لو لقيت واحده فيهم استبعد الاثنين التانيين، يعني لقيت بران استبعد الجينجر والكاردم، لقيت جينجر استبعد الكاردم والايه والبران وهكذا، طبعا بلس المجموعه بتاعتهم تمام. يعني مثلا احنا قلنا لقينا بران يبقى هستبعد كل ادلترانت، خلاص انا عندي ادلترانت واحد لقيته خلاص تمام. بعد كده هتبدا تقول بقى انا لقيت بران، يبقى كمان هستبعد الجينجر والايه والكاردم تمام. طيب البران برضو عشان بيلخبط مع نقص فوميكا ومع السنه،
تمام. فهنقول ان احنا ايه، احنا مش هنحطهم مع بعض، يبقى انا عندي البران والنكس فوميكا والسن، مش هنزل لك واحده فيهم مع التاني، يعني مش هنزل سنه مع نكس فوميكا، مش هنزل لك نكس فوميكا مع البران وهكذا، تمام. فتقدر تستبعد البران مع نكس فوميكا مع السينامون، يبقى انا مش هنزل لك بران مع سينامون او نكس فوميكا مع سينامون، ماشي كده. يبقى الحاجات اللي انا حاطها لك في دوائر ديت مش هنزلها لك مع بعض، تمام. طيب زي ما قلت لك الاوليف ستون والسينامون الاثنين فيهم سكيلرايت، فانت اول حاجه هتدور على الفلوين فايبر، لقيتها يبقى دي سينامون، واستبعد على طول مين؟ الاوليف. طيب ما لقيتش الفلوين فايبر، اذا انا عندي مين؟ السكيلرايت دي تبع الاوليف ستون، اذا انا مش هنزل لك سينامون واوليف ستون عشان تقدر تتعرف ايه عليهم، لان انا لو نزلت لك الاثنين هتقولي طب هي اوليف ولا سينامون ولا هتبقى ايه، فبالتالي انا مش هنزل لك سينامون مع اوليف، فانت هتلاقي الواحده استبعد الايه، استبعد التاني. طيب ده عباره عن جدول بيبين لك الهيرب كلها بالجروبز، بعد كده كل شريحه زي ما قلنا اللي هم الايودين بيظهر فيها ايه، الكي اللي بتظهر فيها، الصبغه ايه اللي بيظهر فيها، الكي او اتش ايه اللي بيظهر فيها، تمام. فده يعتبر زي تجميعه كده للايه، للكي اليمنت اللي بتظهر اللي احنا قلناها، تمام. املى بقى ورقه الامتحان ازاي؟ انا دلوقتي خلاص اتعرفت على الباودر بتاعتي، هتعرف عليها ازاي؟ اول حاجه هتكتب الرقم بتاع الفايل بتاعك، بعد كده بعد ما اتعرفت على الباودر هتبدا تكتب بقى ورقه الامتحان بتاعتك. هتقول مثلا انت لقيت مثلا سنه، هتروح جاي كاتب هنا سنه هير، و اللي هو الكي اليمنت الاساسي اللي انت اتعرفت بيه، وراسم الرسمه بتاعته. كي اليمنت تاني ممكن تكون شفته وممكن ما تكونش شفته، عايز تقول شفت اكتب كريستال شيس ماشي، عايز تقول باراسيتيك ستوماتا ماشي، يبقى كي اليمنت تاني سواء شفته او ما شفتوش، يبقى الاساسي تكتب الكي اليمنت اللي انت اتعرفت بيه على الحاجه دي. الحاجه التانيه اللي هي مين؟ كي اليمنت تاني سواء شفته او ما شفتوش وكون ايه حافظه. فاحنا هنقول مثلا السنه، عندنا سنه هير وكريستال شيس. طيب كي اليمنت مثلا الهيرب التاني مثلا وليكن كاردموم، هقول ان انا عندي الكاردموم الكي اليمنت بتاعتي عندي البريز بير كونتيننج ستاش، ترسم. بعد كده هكتب الايه الاويل لاير وارسم. نيجي للادلتر، هنقول مثلا عندنا جراس، الجراس هنا هقول ايه، هقول ان انا عندي نانجلاندولار هير وعندي الجرامينيشيوس ستوماتا، وارسم الرسمه، هي رسمه واحده فيها الايه، فيها الاثنين، تمام. طيب الجدول اللي جاي ده فيه كل الرسومات المفروض ان انت ايه هتعرفها او هتبقى محتاج ان انت ترسم. فالليف مثلا هو سنه وسترامونيوم وايه وبلادونا، وقلت هختار ايه كي اليمنت، مثلا عندنا البلادونا والاسترامونيوم من فاميلي سولانيسي، وبالتالي ممكن احفظ لهم هما الاثنين ايه الانيزوتيك ستوماتا، بلس ان انت لازم تقول لي ان انا عندي كريستال لاير في حاله الاسترامونيوم وايديو بلس في حاله البلادونا. طيب وطبعا ده مثلا السينامون والسنكون، انا احفظ كده ان هو ايه في الاثنين فيهم فلاين فايبر. طيب بس نقول السينامون كان فيها سكليرايت، السنكون هنقول فيها كورك سيل، الكلاف والكاموميل الاثنين الاثنين فلاور، هنا واحده سكفلوريت وهنا الاويل جلاند الاساسيه، تمام. والاثنين فيهم بولينج رين، واحده تراينجلر واحده ايه سباين، يبقى انا كده مش محتاج احفظ كتير، تمام. نفس الكلام اللينسيد، انا شفت البيجمنت لاير، شفت الماتلاك استراكشر، كاردموم، بيريس بيرم كوتينينج ستارش، والاويل لاير نفس فوميكا. هتقول عندي الفراجمنت من الترايكوم رود اللي هي الهير اللي اتكسرت، والجزء اللي هو بتاع الابيديرمس اللي هو ايه كان فيه السكليرايت اللي هي القاعده اللي كان طالع منها الايه الهير، تمام. طيب عندنا الفروت مثلا، عندك الفينل وعندك الانايس، الاثنين فيهم فيت، واحده ان برانشد والثانيه برانشد، تمام. في الفينل عندنا ريتيكيوليتد برينكايما، هنا عندنا حاجه اسمها كفرنج ترايكوم، الكورياندر والكابسيكا، تمام، وهكذا. يعني بحفظ واحده الاساسيه اللي انا بعرف بيها الحاجه، وحاجه ثانيه ايه زياده بحيث ان ايه اكتبها في الايه في الامتحان. مثلا في حاله السبترينيا الجينجر والروبر والليكور، اكتب فيهم كلهم ان فيهم ستارش، تمام. بس طبعا الستارش بتاع الجينجر حاجه اساسيه بالنسبه لي، تمام. الروبر بالكلاستر، الليكورش هنقول كريستال شيز، ومعاهم مين الاستاش، اذا اي حاجه سبترينيا نحط فيها ايه استاش، تمام. والكي اليمنت الثاني هنقول مثلا في حاله الجينجر اللي هو الاويل لير الاويل سيل، وفي حاله الروبر هنقول الكلاستر، وفي حاله الليكورش هنقول الكريستال ايه الكريستال شيز، تمام. الادلترنت مثلا طبعا الليف ستون مثلا ما فيهوش حاجه واحده، فهكتبها وارسمها خلاص. البران انا عندي رسمه واحده وعليها حاجتين، الجراس عندي رسمه واحده وفيها برضو الحاجتين، ماشي، وهكذا. السودست عندي رسمتين وخلاص، يبقى انا كده ايه ما عنديش اي مشكله في الرسم والحاجه، رسم الكي اليمنت وايه بتاعت الباودر بتاعتي، تمام. نيجي بقى لشويه حاجات ممكن بتلخبط زي ما قلنا. انا عندي افرق ما بين الجراس والليكورش ازاي؟ قلنا الجراس بيبقى قطعه ومقلمه، اما الليكورش عيدان طويله، تمام، مصمطه، يعني ما فيهاش ايه، ما فيهاش التفريق اللي هي جزء فاتحه وجزء يعني.
الفينيل والانايزون. هنا واحده بتبقى فيتا ايه واحده، وممكن يبقى فيه اتنين بالكتير بس المسافه بينهم كبيره، اما هنا الفيتا بتبقى ايه صغيره. اللون بقى هنا عشان ما نلخبطش مع بعض، ده كان لونه اخضر، ده لونه اخضر مصفر شويه برضو، لكن دول لونهم ايه اصفر او بني او ذهبي او غيره. برضو هنا برضو نقارن اهوت، عندنا البران ادي الهير بتاعته ممكن اعدها ومعايا الباركيتور ستراكشر، اما النكس فوميكا الهير كتيره القاعده بتتصبغ، تمام الهير ممكن تتكسر على عكس البران. هنا طبعا عندي ستارش، فاذا انا اقدر ايه ادي كده الصور جنب بعضها عشان اقدر افرق ما بين السينامون والسينكون جنب بعضهم عشان نعرف نفرق برضو ايه ما بينهم. تمام ادي السوداست، السوداست الفايبر بتاعته تبقى ستريت، اما هنا تبقى ويفي عامله زي الشاشه قطعه الشاشه. تمام البيجمنت لاير بتاعت اللينسيد، وادي الباركيتور ستراكشر بتاع البران عشان الناس اللي بتتلخبط ما بينهم. تمام هنا بتبقى عباره عن مكعبات صغيره عامله زي خليه النحله كده ومفيش فراغات ما بينها، هنا لا بنلاقي فراغات وفي حاجات كده عامله زي الاستيكر. تمام برضو نخلي بالنا في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين الباركيتور ستراكشر بتاعت البران والبلادونا والاسترامونيوم، تقول لك انا شايف حاجات نقط عامل نقط كتيره موجوده وتقول ان ده استرامونيوم، لا طبعا الاسترامونيوم بتبقى قطعه خضراء او اخضر مصفر وفيها نقط سودا صغيره كتير، اما هنا دي مش نقط، دي عباره عن قطعه هو زي ما احنا شايفين عامله زي ايه اشكال يا اما مربعات او اشكال سداسيه او غيره. تمام فنخلي بالنا من ايه من الفروق دي. انا دلوقتي لو عندي ميكشر في كاردموم وفي بلادونا وفي جراس همشي بالترتيب ازاي؟ طبعا ده اسم الميكشر. لو انا اشتغلت الايودين هلاقي صوره زي دي، بصيت على العينه بتاعت الكيو اتش هكمل هلاقي اللي هو الجزء اللي هو كان شفاف ده اتحول للون الازرق اهو، وعندي مين الاويلي لي. طيب بعد كده ادي في الكي او اتش برضه هلاقي عندي العينه بتاعت الايه ادي شكل البلادونه وادي شكل الايه ادي شكل الجرس. اذا ده ممكن يكون ميكشر اهوت، بدات بالايودين بص عليه قبل وبعد، بعد كده خلاص اكتشفت ان هو كاردم، هستبعد على طول البران وهستبعد الجينجر وهستبعد بقيه المجموعه بتاعت السيد. بعد كده بصيت لقيت ان انا عندي في الكي او اتش جراس، حلو يبقى انا عندي جراس هستبعد بقيه الايه الادلترنت، خلاص يبقى انا كده عندي عينتين فاضل واحدة. لو لقيت طبعا قطع لونها اخضر مصفر اهي يبقى انا كده عندي ليف، ادور على السنة هير ما لقيتهاش هتلاقي طبعا ايه الاشكال دي، انا فعلا الاشكال دي هي البلادونة او لو كان عندي استرامونيوم تبقى استرامونيوم، وكده يبقى انا كده خلصت الايه الباودر ميكشر ايه بتاعتي. تمام زي ما قلت لكم شوية نصايح كده، الناس تحاول وهي بتحفظ الكي اليمنت، طبعا انت هتخش من غير اي مذكره ومن غير اي سكيم، السكيم زي ما انت شفت هتذاكره وهتبقى حافظه في دماغك، ممكن تخش في ظهر ورقه الامتحان لو انت عشان ما تنساش اعمل التقسيمه اللي احنا عملناها ديت وابدا شطب على الايه على الحاجه وانت بتطلع الكي المنت بتاعتك. الامتحان فترته 45 دقيقه زي ما احنا شفنا، ممكن نعمل مانجمنت خلال 10 دقائق او ربع ساعه نكون خلصنا العينه بتاعت المايكرو كريستال والايودين وخلصنا عينه الصبغه كايه كشغل، وبعد كده نبقى نبص ايه عليه. ده اول ربع ساعه يبقى فاضل لك تقريبا نص ساعه، يعني لو انت عايز تشتغل حاجه تاني 100 مره هتعدي. تمام الناس تهدى وان شاء الله الامتحان يكون سهل وما فيهوش اي مشاكل، وان شاء الله كده بالتوفيق ونشوفكم على خير ان شاء الله متخرجين باذن الله. شكرا جزيلا.